ما قالن عليها بالبشر هالمسؤولين، لو قالن عليها كانوا بيفكروا، كانوا بيشوفوا، كانوا بيمرقوا بيطلوا بيعملوا هيك شيء استكشاف، او بيعيشوا ما بفتكر يعيشوا محلنا، نحن ما عملنا نعيشوا محلنا بس يحسوا فينا. انا بنت طرابلس خلقت فيها سبحان الله، وما في شيء عم تغير فيها، بس قديم كان احلى العيشه. اه احلى، واذا وعدت العالم بتصدق، اذا هيدا هلا هون ما حدا بيصدق، هلا هون بتموتي على باب المستشفى. ثلث سكان طرابلس تحت خط الفقر، وذلك بحسب نتائج الاستطلاع الأخيرة، يقع مثلث الفقر في باب التباني القبة الأسواق الشعبية، ويعاني معظم الأطفال في هذه المناطق من أمراض مزمنة. وما يثير الاستغراب هو غياب العدالة الاجتماعية في تحقيق المساواة بين المواطنين، فطرابلس التي كان يطلق عليها أم الفقير باتت اليوم مدينة الفقراء. لا شغل، لا كهرباء مثل خلق، لا نظافة، لا حكمة. بتروحي بتجي بدك تبوشي أيدي إذا بتدخلي على المستشفى. أنا يوم الفتح على المستشفى الله اللي يعلم يعني فيني كيف فتحت على المستشفى. وتقول مصادر طرابلسية أن 9 سنوات مضت على مجلس النواب الممدد لنفسه والحال على ما هو عليه، بل تتساقط الوعود تلو الوعود، ومشروع إنمائي واحد لم يتحقق. بدي اقول لهم انه طلعوا بهالعالم، طلعوا بهالبشر، انه شوفوا هالعالم، انه حسوا فيها. ما بدنا شيء، نحن ما بدنا نصير بلوج ولا بدنا شيء، بس يحسوا بهالشعب وامنوا وظائف لهالشباب اللي عم ما لها لا شغله ولا عمله لهالصبايا. نحن يا اختي راحت علينا، ما بدنا شيء، بس اولادنا كمان بنقول راحت عليهم.